شاطئ نادي صنوبر جوليه اليوم اكثر من 600 طفل مريض من مختلف مستشفيات زاير، وكذلك ناس من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي لقات اهتمام كبير من طرف المسؤولين في جمعيه السوق اللي نظمت لهذا التحويسه اللي تعتبرها الجمعيه واحده من بين الاعمال اللي تقوم بها. جمعيه السوق هي جمعيه تنشط منذ سنه 1995. هدفها الاول والاخير هو رد البسمه للاطفال المرضى والمحتاجين. سي لا ديزيام اني كونسيكوتيف كون في سورتير لي زونفون لهنا لا بلاج. سي سا دوموند بوكو دورغانيزاسيون. سا في كوميم 3 موا كو ليكيب يخدموا بور باش لحقنا لا جورني تاع اليوم. Pour vous m'avez tout à l'heure posé la question que les mines jubolé font et tout, c'est des sociétés, c'est des aides qui incluent واحد يعاون جماعة السوق واحد تخدم وحدها. عندنا لي فون منين نجيبوهم عندنا سي دي سوسيتي اللي يعاونونا، كاين الناس اللي يحبوا يديروا الخير هما اللي الفينانس اللي كاين، اللي يخلص لو ديجوني، اللي يخلص لي بوس، اللي يخلص كل واحد كل واحد واش يدير. فوالا الأولاد والأهل نتاعهم استمتعوا بزاف بهذه المبادرة اللي قامت بها جمعية السوق على خاطر كسرة النشاط اليومي اللي تعودوا عليه الأطفال في المستشفيات، وعطات لهم هذه الفرصة باه يلعبوا ويفرحوا. أنا نلعب ماما ميا عجبني الحال. مبادرة هذه ولا غير هايلة روعة. هذا الصيف حتى اليوم باش خرجناه للبحر ما يقدرش يعوم صح، بصح سون بليزير سي دو جوي افيك لو سابل اللي تيلعب بالرمل، دونك نديرو له بخاطرو. حاجه روعه روعه روعه، ويعني ان شاء الله يدو الدعوه الخير تاع هاد الدراري وتاع المرضى. و سكي فريمون بيان سي سي دي جون، سي دي جون فريمون سا في بليزير. حاجة اللي لفتت الانتباه هي انه كانوا حوالي 200 شاب وكلهم طلاب جامعيين حابوا يشاركوا الاطفال فرحتهم من خلال تنظيم الرحلة وتنشيطها وكذلك حراسة الاطفال، وكلهم متطوعين باه يدخلوا ولو قليل من البهجة في قلوب هذا البراء. Je t'adore à l'association, j'ai aimé ce que les étudiants et les enfants y disent. Alors, j'ai décidé de nous les mettre. Alors, on est un groupe tous les étudiants bénévoles. Nous sortons les enfants malades et en difficulté des sorties. Cette fois-ci, on a pensé à sortir de la plage. C'est la grande action tous les étés. On profite à 800 enfants malades. C'est la 10e édition depuis que le souk a commencé. Alors, le programme de la journée, il dit où les enfants, il sous les maillots tahom. Et puis, il dit où le même programme d'animation, donc des jeux de compétition, des jeux drôles, des jeux amusants, et qu'il y a un toboggan aussi. Voilà, puis qu'il y a un déjeuner, tenez l'après-midi, qu'il y a un clown et DJ. Les enfants, il y a 5h30 qu'il démarre, et puis il y a un. الرحلة كانت منظمة بزاف، وزاد بهاها هي البراءة بمعناها الحقيقي من تصرفات الأطفال وحركاتهم اللي توحي على مدى سعادتهم، خاصة وقت الفطور اللي قامت به الجمعية. صحة بطاطا شباب محام سيالوب خود ستادا ديدين يوب يمي صحة هسمي يا حفار تحبش تعوم؟ لا لا فاضي في عالمي وما بي يا دي دي وادي بادي ادي بصريات وادي بصريات يا دي صحة 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 صحة. وين تخرجي جيتي ديري؟ جيتي للبحر؟ مش ديري؟ تعومي؟ كيفاش تعومي؟ كيفاش تعومي؟ كيفاش تعومي؟ مع صابرين اختي مع جماعة لانيت. واش يدير لكم جميع؟ واش راكم ديروا هنايا؟ نخرجوا بزاف ونلعبوا بزاف، نعوموا ربحان لبسنا ماجنا حتى البوماطا شرقية الساعه مش بوقو بخار ماما يشوفهم والصحة مش بوقو ولا مالا على 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 وشنو؟ نعومو
اليوم انا جينا مع الفرقة تانيت دوك نسلم قاعدتك على الناس الماض ان شاء الله ربي يشافيهم. حب الاطفال اللي لعبوا التجوال على الشاطئ ما تعبهمش وطول الوقت كانت الابتسامه مرسومه على وجوههم، وعلى الرغم من انه المرح شيء مفيد لنفسيتهم الا انه الجمعيه جمعت بين اللعب والدراسه على خاطر قدمت لهم حقائب مدرسيه في الختام وهي مفاجاه الرحله للاطفال، متمنيت لهم دخول مدرسي ناجح. كي خلص نهار تاع لي زونفون في لا بلاج تو كي رجعوا لي سونتر حنمد لهم لي كارتاب باش تكون عندهم اون رونتري سكولير بيان فورني. نتمنى البسمة تكون على وجوه كل أطفال الجزائر وتكرر مثل هذه المبادرات من قبل كل الجمعيات باش تخفف مأساة هذه الطفولة اللي راهي جزء منا ما يتجزأش.